الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على الحضور. كما بينت في القبل من قبل أن ربما لا تجدون جديدا في الدرس، ولكن نحن نجلس في مثل هذه المجالس طاعة لله تبارك وتعالى وأملا في ثوابه سبحانه وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن لديه هذا العلم فلن يكون خسارة عليه إذا جلس وسمع. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن ما من قوم يجلسون أو يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المجالس لها فائدة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة كذلك، فالحصول على الرحمة والمغفرة ودعاء الملائكة، وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فإن شاء الله في هذه المجالس فائدة للقلوب والأبدان كذلك. وقد بينا فيما ذكرنا من قبل بأن هذا الدرس ليس مخصص في موضوع بذاته، وإنما نتحدث لمدة 10 دقائق تقريبا في تفسير بعض الآيات، ثم بعد ذلك حديث من حديث الرسول أو قراءة من شرح كتاب رياض الصالحين، ثم نتلي ذلك بشيء من العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في كفة حسناتنا يوم القيامة، آمين. نواصل الحديث عن سورة الملك، أو ما تسمى بسورة تبارك الذي بيده الملك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن فضل هذه السورة، بأن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، شفعت لرجل حتى غفر له. فمن فضائل هذه السورة ومعرفة هذه السورة وقراءة هذه السورة أنها تكون شافعة لمن يقوم بحقها من تلاوة أو تطبيق عملي في حياته إن شاء الله. آخر ما تكلمنا عليه الغرض الذي من أجله زين الله تبارك وتعالى السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها زينة للسماء، وكذلك جعلها رجوما للشياطين لمسترق السمع. ثم الله سبحانه وتعالى جعل لها فائدة ثالثة وهي الهداية، أي الناس يعرفون الاتجاهات في حلهم وترحالهم.
ولا ينبغي لمسلم أن يستنطق النجوم والكواكب في غير ذلك، أو يحاول أن يدرسها دراسة حتى يعرف ما سيكون، فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وانتهت الآية بقول الله تبارك وتعالى: وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي لمسترق السمع وكذلك الكفرة من الجن. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ثم قالوا أعتدنا لهم عذاب السعير. فمن ذلك نعلم بأن النار مخلوقة، من ليست ستخلق إنما هي مخلوقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أعتدنا، وهذا فعل في الماضي، والله سبحانه وتعالى قد أعدها وهي موجودة. وهذا من الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن بالجنة ونؤمن كذلك بالنار، والجنة حق ولقاؤك حق. فالجنة حق وقد خلقها الله وأعدها الله، وكذلك النار حق وقد خلقها الله وأعدها النار. واعتدنا لهم عذاب السعير، إذن فهو قد أعد، وانتهى الله سبحانه وتعالى من ذلك، عذاب السعير وهو عذاب النار، عذاب جهنم، لمن؟ للشياطين. ثم عطف بعد ذلك وقال: وهذه هي الآيات الجديدة التي سنتكلم عنها اليوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فبعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن إعداد جهنم وعذاب السعير الحريق للكفرة من الجن، قال الله سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم، أي أن عذاب السعير الذي أعد هو لمسترق السمع وكذلك للكافرين من الشياطين، أو وللذين كفروا أي من الجن ومن بني آدم، وللذين كفروا بربهم. ماذا للذين كفروا بربهم؟ عذاب جهنم وبئس المصير. إذن يدخل النار الإنس والجن، عصاة الجن وعصاة بني آدم، ولكن المسلمين من بني آدم وكذلك من الجن يخرجون بعد ذلك، يخرجون من النار لا يدومون فيها، ولكن لوقت محدد يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله أعد جهنم وعذاب السعير للشياطين، وكذلك عذاب جهنم للذين كفروا بربهم. ومن كفر برسول من الرسل فهو كافر بالذي أرسله،
لا نفرق بين احد من الرسل. اوكي، فلا بد من الايمان الشامل. فلا ينفع الانسان ان يؤمن بالله ويكفر برسول الله، او يؤمن بالله وبانبياء الله ثم يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينفع، لان هذا كفر بالذي ارسل الرسول. فالذين كفروا يشمل كل من علم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، سواء من اهل الكتاب من اليهود او النصارى او البوذيين او الهندوس، كل هؤلاء من الكافرين، كل من الكافرين، ولهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس المصير، المصير النهاية، آخر المطاف، سيكون جهنم مكان للعذاب، ونسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها، فالله سبحانه وتعالى تكلم كلام عام عذاب جهنم، ثم أخذ بعد ذلك في التفصيل الدخول، سماع الأصوات، العذاب. فقال سبحانه وتعالى إذا ألقوا فيها، وهذه إهانة، هذا عذاب بنفسه، فما يدخلوها كما يدخل أهل الجنة الجنة، ادخلوا الجنة، ها؟ فهذا دخول. أما بالنسبة للنار، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال هنا؟ إذا ألقوا فيها، يعني ارموا. فكما يرمي الإنسان القمامة والشيء المهمل الذي ليس له أهمية، فهذا تعذيب وإهانة ووضع لقدر هؤلاء الناس، لأن الذي لا يؤمن بربي سبحانه وتعالى، الذبابة والحيوان أفضل منه. الذي لا يؤمن بالله هو أحقر، والله سبحانه وتعالى بين وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل. الكفر بالله سبحانه وتعالى يجعل كل إنسان أحط من الحيوان، حتى لو درس في أعلى الشهادات، أعلى المراجع وأعلى المدارس وأعلى الكليات، كفره بالله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه الغفلة تجعل هذا الإنسان لا يساوي شيء، بل الحيوان أفضل منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الحيوانات وأمرها وجعلها مسخرة لبني آدم، فلم تعصي، وعليكم السلام ورحمة الله، فلم تعصي، فهي قامت، الحصان، الحمار، البقرة، تقوم بما أمرها الله تبارك وتعالى وذلولا ومسخرا للإنسان. أما هذا الإنسان الله كرمه بالعقل، فهو لا يستخدم عقل، فهو أقل من الحيوان في المرتبة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك حين يدخلون النار لا يدخلون، وإنما إذا ألقوا فيها، ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، أي يسمعون لجهنم أصواتا، سواء عن قرب أو عن بعد. وهذا يبين أن هناك أصوات، والأصوات كذلك من آدات وآلات التعذيب، فأنت تسمع الشيء فيهيبك ويخوفك، فهم يسمعون عندما يلقوا يسمعوا هذا، وهذا الصوت يكون عال جدا، كما تكون الدابة إذا رأت الطعام أو الحشائش، هذا اسمه شهيق أو تشهق، دخول الهواء إلى الرئة وهناك صوت له. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن النار لها زفير وشهيق، وأنها تتنفس. وبعض الناس يقول كيف يكون هذا؟ النار ليست إنسان، الله سبحانه وتعالى جعل لها القدرة، ويجعل الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي تتكلم والتي تحس، كما الله سبحانه وتعالى بيّن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
فاذا هذه الاشياء التي نراها نحن كجمادات هي لها احساس ولها حركات ولها تسبيح كما بين الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. ايش المشكلة؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهي يعني قد تكون جمادات بالنسبة لنا ولكن الله سبحانه وتعالى لها قدرة واعطاها اعطاءات قد لا نعرفها ولا نقدرها ولكن نؤمن بذلك لان الله تبارك وتعالى قالنا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا بان اشد ما تجدونه من البرد في هذه الدنيا هذا زفرة من زفرات جهنم. بس مجرد نفس. واشد ما تجدونه من الحر في هذه الدنيا هو كذلك نفس جهنم. فلانها تغاضت واصبح يعني الاتهاء كل بعضها بعض. فاذن الله تبارك وتعالى لجهنم بنفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف. سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين ان اشد ما تجدونه من البرد هذا مجرد بس يعني انت لو تيجي تحط يدك امام وجهك هكذا يعني تحس بشيء من الدفء خروج هذا النفس. فهذا يعني مجرد النفس فقط. فتنفس جهنم والعياذ بالله اشد ما يجد الانسان من الحر واشد ما يجد من البرد هو مجرد نفس تتنفسه جهنم. وشوف هي جهنم قد ايش بعيدة منه واحنا فين وهذا بس مجرد النفس. سبحان الله. فكيف بمن يلقى فيها اذا القوا فيها سمعوا لها وط شهيطا اي صوتا ويكون له تأثير وخوف وحزن على الكافرين وهي تفور فوران الغلي. والغلي يكون مع الماء الكثير والطعام القليل فتجده يصعب يأخذ في الصعود والهبوط ويتدور في القدر. هذا اسمه غليان وفوران. فأصبح تجد الفقاعات تخرج. فإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي أي جهنم وهي تفور. نسأل الله العافية. تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز اي تتقطع تميز الشيء تفرق هذا حسن وهذا بطال هذا جيد وهذا غير صالح. فالتميز شدة النار وشدة الحركة في جهنم يجعلك يعني تتقطع كأنها تتقطع وتتفرق قطعة من القطعة الأخرى. يعني يريك مدى شدة هذا العذاب والعياذ بالله. نسأل الله العظيم العافية. تكاد تميز من ايه؟ من الغيظ. وهذه نقطة تانية نرجع لها. كيف ان هذه الاشياء التي لا نراها او لا نحس بها لها احساسات ولها حركات ولها تسبيح ولها سجود ولها معرفة بالله تبارك وتعالى. يقول تميز من ايه؟ من الغيظ. من الغيظ. يعني سبحان الله ان جهنم نفسها يعني مشاعر. كيف الغيظ كيف من غازة احنا نعرف الغيظ عندنا ولكن كيف يكون الغيظ في النار هذا لا نعلم ولكن نثبته لان القرآن بين هذا. تميز من ايه؟ من الغيظ. من غازة النار جهنم من غازة من ايه؟ من الكفار. لان هؤلاء الناس لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. تكاد تتقطع قطعا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج. مرة تانية عملية الإلقاء. وهذا يبين عدم الاهتمام بهؤلاء الناس لأنهم لم يؤمنوا بالله. ليس للون وليس لمال وليس لدراسة وإنما للكفر لكفرهم بالله. كلما ألقي ما دخلوا فتحت لهم لا ألقي فيها ثم يقول فوج. يعني كأنك بتاخد بكوم وترمي ملهاش أهمية. لما يكون واحد يقول لك يا عم زود شوية واخد كبشة رز كده أو غرفة
مكرونه كده بتديله لان ملهاش قيمه قد كده. ولكن لما تكون دولارات وتدل صباعك وتعمل كده وتتاكد ان ايه اتنين مش لازقين سوا. فلما يكون شيء له اهميه بتشوف الترتيب التنسيق العد الحصد ها. اما يكون شيء بس ارمي ها، كلما القي فيها فوج فيصبح بانها مجموعات تلقى هكذا كما تلقى القمامه. سالهم خزنتها، ويجي لون اخر من التعذيب. فليس هو بس دخول جهنم، الالقاء، النفس، الإهانة، ثم يأتي نوع آخر من أنواع العذاب، نوع العذاب النفسي. سألهم خازنتها، تيجي الملائكة بقى تبكتهم ها. يعني الولد صائد صائد، بعدين يجي أبوه يقول له مش قلت لك، هو فاجئ الكلام بس عشان إيه يخليه يحس بالألم أكثر ها. قلت لك بطل لعب، مشاهدة التلفزيون، مضيع وقتك، شفت؟ فالملائكة تقول لهم ألم يأتيكم نذير. هل الملائكة تعلم أنهم لم يأتيهم نذير؟ ولكن هي عملية عذاب توبيخ حتى يزداد عليهم ها؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى، نعم جاءنا. طب إيش المشكلة؟ ها؟ ماذا كانت المشكلة؟ قالوا بلى. يعني شوف سبحان الله، يعني إقامة الحجة على خلق الله سبحانه وتعالى. ألم يأتيكم نذير؟ ها؟ قالوا بلى قد جاءنا، بالتأكيد قد جاءنا نذير. وهذه مهمة الرسول، مبشرا ونذيرا. ولكن لماذا النذير؟ لأنها هناك قوم لا ينفع معهم التبشير فتكلمه بالترهيب والإنذار. هناك من تكلمه عن الجنة وعن المغفرة وعن الرحمة فينقاد القلب وانصاع، وهناك من لابد أن تذكره بيوم القيامة والحشر وجهنم وهكذا ها؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاءنا نذير. والنذير هو النبي والرسول، وهنا هذا نذير نذير خاص، وهناك نذر أخرى ها. ولكن النذير الذي يذكر ويدعو الناس للإيمان، الرسول النبي المرسل، ثم بعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة تذكر الإنسان من العلماء وطلبة العلم والدعاء والأحداث التي تحدث في الحياة ها؟ كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، فهذا نذير. الشعر يشيب، هذا نذير. الصحة تضعف، هذا نذير. يتبدل من الغنى إلى الفقر، أو من الصحة إلى المرض، أو من الحور الكور بعد الحور، أو الحور بعد الكور. فكل هذا إيه؟ بيديك إنذارات، تشوف ميت، تحضر جنازة، كل هذا تذكرك ها؟ فالنظر كثيرة، ولكن النذير هنا والله أعلم الرسول والنبي الذي تقوم به الحج على الإنسان. والقرآن كذلك لازال حتى الآن نذير لنا ومذكر لنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير. إذا ما كانت المشكلة يا حمودي؟ شوف بقى، يعني سبحان الله، لما اللص الحرامي المجرم نفسه يقر بنفسه، يعني الإنسان يعترف بتقصيره. قال سبحانه وتعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. اذا مشكلتنا احنا، ما مشكلة الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه قد اعذر ها، قد ارسل ها، ولكن من عندنا فكذبنا. وقلنا ما نزل الله من شيء، ما نزل الله من شيء.
إن أنتم إلا في ضلال كبير. فكان هناك نذير، ولكن كان الرد ها التكذيب. كذبنا، وما بس تكذيب، وقلنا الدعاية ها ما بس يتوقف عند حد، إجرام متواصل. يعني ممكن الإنسان أنا متوقف لسه بفكر في الموضوع، لا تبدأ بقى الإشاعات ها، ويبدأ الدعوة المضادة. وقلنا ما نزل الله من شيء، وبعدين لم يتوقف إلى هنا ها، لك واصلوا في الإجرام. إن أنتم إلا في ضلال كبير، كمان شتيمة وسب وإيذاء للرسل ها، إن أنتم إلا في ضلال كبير، ما نراك إلا سفيه، ما نراك إلا كذا، ما نراك ها ساحر مجنون ها. سبحان الله، نشوف كل هذا الإجرام. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال، وكمان ضلال كبير. يعني باين باين وضوح النهار. تتكلم لمن؟ تتكلم لرسول، لنبي جاءه وحي من الله سبحانه وتعالى وجاء بالبرهان والدلائل، كمان التعدي والاستهزاء ورمي الرسل والأنبياء بالتكذيب والضلال الكبير. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية العاشرة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هناك محاورة، وهناك كلام، وهناك اعتراف في يوم القيامة، وهناك تذكر للأحداث التي كانت تحدث في هذه الدنيا ها؟ كل هذا سبحان الله، يعني يتذكرون هذه الأيام، ويتذكرون ما قالوا للرسل، وكل هذا يعني يحضر للإنسان ويبدأ يندم في وقت لا ينفعه الندم. وقالوا لو كنا نسمع، يعني هذا وقت متأخر، هذا الإقرار وهذا الندم لا ينفع. لو كنا نسمع، يعني هل هذا يعني أنهم لم يكونوا يسمعوا؟ هذه مهمة. هذا ما كان طرش، تقولوا أطرش، هذا ما كان طرش، أي فقط حاسة السمع. ولكن لو كنا نسمع، السمع الذي يجعلنا نعقل. فإذا الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك وريزيرف ريزيرف، ولكن الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشكرون. إذا ففائدة هذه الحواس أن تتعرف على الله وتعبد الله وتتقرب إلى الله. فلو كنا نسمع، السماع الذي يؤدي إلى التعقل والتفكر والتدبر، ما وصلت بنا هذه النهاية. لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع السماع المفروض الذي من أجله خلق الله لنا السمع ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن الناس: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا جن والإنس ها؟ والله سبحانه وتعالى بين من أوصفه من الإنس والجن: القلوب، الأذان، السمع، البصر، لا يستخدمونها فيما خلقت له ها؟ ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني هو يسمع، ولكن حقيقة السمع في الإسلام أن يؤدي الغرض، فتسمع فتعقل فتنتهي ها؟ وإلا إذا لم تفعل، فإذا ما الفائدة أو ما الفرق بينك وبين البهائم ها؟ أن الله سؤم بكم فهم لا يعقلون. فإذا إذا كانت حواس السمع والبصر هذه ما تفيد الإنسان، فهو يعتبر في الإسلام هو أعمى أصم كل هذه، بل يجعله الله تبارك وتعالى أخس من الحيوان: أولئك كالأنعام بل هم أضل ها؟ نعقل لو
نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي مع هؤلاء الناس الذين استحقوا السعير أي جهنم والعياذ بالله، وهذا اسم لجهنم من السعر أنه تشتعل. فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم، أي ذنب هذا؟ هذا ذنب اسمه الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الناس مخلدون سواء من الجن أو من الإنس، مخلدون في جهنم. فاعترفوا بذنبهم أي أقروا. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيقيم الحج عليهم. وحتى في يوم القيامة جاءكم نذير، علمتم، سمعتم، قرأتم، وصلكم، وفي يوم القيامة بعض الناس يعني تقول الله احنا ما بلغنا هذا. طيب، فالله سبحانه وتعالى من رحمته وكمال عدله أنه ينشئ لهم اختبار في يوم القيامة، يوم ذا الناس أهل الفترة لهم، يعني ذا الأيام دي قد يكون ناس زي أيام زمان الهنود الحمر إذا كانوا لا عنده لا إنترنت ولا عنده مش عارف إيه، وبس وفين داخل غابات غابات ما يعرف عن حاجة خالص، ماشي بس بحتة فوطة كده مغطي بيها زي ما هو مغطى ولا مغطى، وبياكل من على الشجر وحتة حديدة ويصيد بيها وادي حياته ما يعرف عن شيء خالص. فلو وجد مثل هؤلاء الناس فرضا اليوم، وكذلك الذين ماتوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيجوا يحتجوا عند الله، فالله سبحانه وتعالى يجعل لهم اختبار في يوم القيامة، فإن اجتازوه دخلوا الجنة وإلا ذهبوا إلى النار، نسأل الله العافية. ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا أي أقروا بذنبهم، وهذا ذنب. طيب ماشي، روح بابا هنا يا عم الشيخ، كيف حالك؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، والسحق يعني الهلاك والبعد، فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم المسلمين من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم مع تفسير سورة تبارك. الفقرة التالية والثانية لهذا الموضوع نواصل في أحاديث من رياض الصالحين، ومؤلف ووضع هذا الكتاب هو إمام النووي رحمة الله عليه، ونقرأ من الشرح لهذا الكتاب، والشرح كتبه فضيلة المرحوم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. ولازلنا في باب النية، الحديث الثالث في باب النية. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. في هذا الحديث ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح أي فتح مكة، فلا يقول لا هجرة، لا نافية، وليست على عمومها، لأن الهجرة لم تبطل بالفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا أن الهجرة لا تنقطع حتى
حتى تنقطع التوبة. الهجرة لا تنتهي حتى تنتهي التوبة، والتوبة لا تنتهي حتى تخرج الشمس من مغربها. فإذا كيف نوفق بين هذا وذلك؟ يقول لا هجرة، وبعدين حديث آخر يقول أنه لا تنقطع الهجرة. فالهجرة مستمرة، ولكن الهجرة من مكة قد انتفت بفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قال المؤلف رحمه الله، لأن مكة بعد الفتح صارت بلد إسلام، ولم تعود بعد ذلك بلاد كفر، ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هناك هجرة بعد الفتح، أي هجرة من مكة. فالذي كان يهاجر من مكة خفية ففرارا بدينه، وربما ترك أهله وولده، ولكن بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح أصبحت بلد إسلام وبلد آمن، ولا يحتاج المسلم إلى الهجرة فرارا بدينه من مكة. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر بإذن ربه إلى المدينة، وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلى الله عليه وسلم. فصارت البلد أي مكة بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك. وفي هذا دليل، شوف فطانة الشيخ رحمة الله عليه، شوف الاستنباط، ربنا يفتح على هؤلاء الناس المخلصين ونحسبه كذلك. يقول وهذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله. ثم قال ولكن جهاد ونية. إذا نفى الهجرة من مكة، ولكن الذي سيظل يمكن أن يحدث سواء من مكة أو من غير مكة شيئين، ما هما؟ جهاد ونية. أي الأمر بعد هذا جهاد، أن يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد وليست الهجرة. والنية أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. إذن فالذي استمر وسيستمر من مكة خاصة ومن بلاد المسلمين عامة جهاد ونية. أما الهجرة فلا هجرة من مكة، ولكن هناك هجرة يمكن أن تحدث فرارا بالدين من مكان آخر. قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا استنفرتم، الاستنفار يعني تعبئة الجهود والجنود والسلاح. إذا استنفرتم أي من ولي الأمر أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا. إذا أمير المؤمنين أو الحاكم قال لابد أن نذهب للجهاد لأن هؤلاء الناس اعتدوا علينا، أو هؤلاء الناس اعتدوا على واحد من المسلمين في الغرب أو تحت الأرض أو على القمر، فقال هذا فلا بد، هذا اسم استنفار. على كل مسلم أن يستجيب لدعوة أمير المؤمنين أو الحاكم في هذا الوقت إذا استنفروا، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين، أي متعين على كل شخص
مو عملية اختيار، ولكن إذا استنفرتم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لابد أن يكون الحاكم مسلم، مو زي يعني بعض المجانين اليوم من المسلمين يدخلون الجيش الكافر، وإذا استنفروا من الرئيس الكافر يخرجون حتى ولو كان لقتال المسلمين، حتى ولو كان لغزو البلاد الإسلامية، نسأل الله العافية. فهنا يتعين فرض عين، أي أصبح على كل نفس سمعت بهذا النداء من ولي الأمر أن تخرج وتجيب هذا النداء. فلا يتخلف أحد إلا من عذره الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا عم انا تعبان يا سيدي، خلينا الرب العيلين يا عم، احنا ملناش في الشغلات دي، احنا ما بنخشش في السياسة، مش عايز، ده مش موضوع سياسة. اذا في بلد مسلم وحاكم مسلم وامر المسلمين بالخروج، هذه ما سياسة، هذا امر مفروض عليك ان تطيع. استطلتم الى الارض، كل واحد طلع سبب، الشهادة، العيال، البيت، انخرب بيتنا، مش عارف، لا، اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. الا تنفروا، اسمعها، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. وهذا هو ما حدث للمسلمين في كثير من البلاد اليوم. إلا تنفروا فلم يخرجوا، فلم يفعلوا ما أمروا به، لا إمام ولا مأمومين، لا قائد ولا شعب، يعذبكم. فالعذاب الذي حل بالشعوب اليوم من المجاعة والفقر والاستعلاء من الكفار عليهم، كل هذه الله سبحانه وتعالى سيد: إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. هذا عذاب الدنيا اللي حاصل للمسلمين اليوم كما نرى. وغير كده الله يقول: لا يستبدل قوما غيركم، لأن انتم ما تنفعوش للشغل ده، الله يشركوا ويجيب ناس تانية، ناس يمكن هم أصلا كفرة ويسلموا وبعدين يقوموا بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف الأول، أن يكون الجهاد فرض عين، وهو إيه حالة الاستنفار. الموضع الثاني، إذا حاصر العدو البلد، جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحاصر البلد، صار الجهاد فرض عين، وجب على كل أحد أن يقاتل، حتى على النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفاع. وإحنا بعض النساء اليوم بتستخدم هذه المقالة أو هذا الاستشهاد، ويقول لك النساء ليها أنها تعمل كل شيء، ده حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجوا للجهاد. أي نوع جهاد هذا اللي كانوا يخرجوا فيه؟ وهل كانت تخرج المرأة كاسية عارية؟ وهل كانت تلبس البدلة والبوت وتعمل مارشن؟ وهل كانت ملتصقة كتف لكتف بالرجل؟ وهل كانت تعمل كذا وكذا؟ كان لهم عمل خاص، وكانوا في خيلة الجيش، ويقومون بالإسعاف، المداواة أو بالسقيا، أي أشياء تمت إليهم وإلى ضعفهن وإلى كذا. ولكن متى حدث أن المسلمات شاركنا في هذا العمل؟ حتى أن المرأة اليوم تخرج تشارك مع الرجل في كل مكان، في المصنع، في المكتب، في كل حاجة. جهاد، إذا وصل العدو إلى البلد وأحاط بها، فأصبح الجهاد والدفاع عن البلد واجب على كل من حضر وكل من يستطيع، لان حاليا
اذا لم نفعل ونستفاد من كل القوى الموجودة عند الامة، هؤلاء الناس لو تغلبوا سيأخذ الاولاد والنساء وكل شيء. اذا الان للنساء ان تخرج، متى؟ اذا وصل العدو الى البلد واحاط بها، فالكل اصبح مأمور وفرض عين واجب عليه ان يخرج ويدافع. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وفرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب. هناك فرق بين قتال الدفاع اللي احنا نجعل النساء ونعطيهم الضوء الاخضر بالخروج، وبين دفاع الطلب او قتال الطلب. لان قتال الطلب ان انت تذهب للعدو لبلده وتفاجئه انت، وتذهب تدعوه وتذهب وتنابذه. اما اذا جاءهم اليك هذا اسم جهاد دفاع، يعني انا جالس امن في بلدي والا دول جايين علي. الان نقول احنا كله يطلع، نساء، رجال، حتى اي حد، كله يطلع. اما دفاع الطلب اي انت تطلب العدو وانت تذهب للعدو وانت تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيرفضون، فتقول عليكم الجزية فيرفضون، اذا تعلن لهم الحرب او الجهاد او القتال. هذا ليس بامر للنساء ان تخرج فيه، لان تخرج انت رايح له هناك، ما هو اللي جالك. فمن علي الاخوة يعني لازم يفرق بين هذا. اما عملية الاختلاط بين الرجل والمرأة في كل مكان، هذا ليس الناس تستدل بتقول ان المرأة كان تخرج فعاد الرسول وكان تفعل، هذا كلام فارغ، هذا كلام ناس تبغى بس ايه كل شيء تمشيه، سلطة خلطة بلطة مع تبولة مع كل حاجة وكل ماشي. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وهذا استشهادات خاطئة. فيجب في هذه الحال ان ينفر الناس كلهم للدفاع عن بلدهم. الحالة الثالثة شيخنا بالنسبة للحالة الثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما في الكريم فوجئ في غزوة أحد، فأحد الممرضات والسقاة كانت نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، فعندما حاوطوا حيطة بالرسول صلى الله عليه وسلم، الأخ الكريم هنا الدفاع، ودخلت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخنجرها. نعم حتى في لأن الرسول هذا كان الرسول هذا القائد، لكن ما نعرف أن النساء كانت تختلط حتى بالرجال في الدفاع. ولكن لما المسلمين تفرقوا ومنهم من وشيعت الإشاعة الكاذبة أن النبي قد قتل، ونسيبة رضي الله عنها كانت في الواقعة وقوية، فدخلت يعني تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلابد أي من يحضر حتى الامرأة أنها تضع نفسها لإفداء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حالة خاصة. الحالة الثالثة: إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرض عين ولا يجوز لأحد أن ينصرف. يعني أنا خرجت مثلا أنا أوصل أو أعطيهم زي ما بيقولوا يعني أوصلهم بالسيارة أجيب زي مرايب، ها؟ وبعدين حصل وانا بوصلهم للموقع اللي بدأ القتال، فانا حاضر الان التحم الصفين، ما يصير لي كمسلم ان انا ليه اصبح فرض عين علي لان ايه التحم الصفين وانا موجود ما اقدر اطلع. ها يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. يعني المعركة بدأت خلاص. ومن يوليه يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
هذه الحالة الثالثة يذكرها الشيخ رحمة الله عليه، ان متى يكون القتال فرض عين ليس لك يعني تصريح بالخروج. الموضع الرابع، اذا احتيج الى الانسان بان يكون السلاح لا يعرفه الا فرد من الافراد، وكان الناس يحتاجون الى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فانه يتعين عليه ان يجاهد وان لم يستنفره الامام، وذلك لانه محتاج اليه. يعني مثلا نضرب نقول مثلا عمليه الانترنت، وامه اميه واحد بس فيها هو اللي بيعرف ايه عمليه الكمبيوتر والانترنت والشغلات دي، وهذه الاليه تعمل عن طريق الايه الريموت كنترول والانترنت والشغلات دي كده، واحد في البلد هو بس اللي بيعرف انترنت، هذا اصبح عليه واجب حتى لو الامام ما امر. ليه؟ لان لو تعطل هذا الجهاز خلاص الجهاز كله بيخسر المعركه، فاصبح هذا رغم انه هو ليس بحاضر للمعركه ولكن اصبح عليه وجودا ان يكون موجود حتى انه يستخدم هذا النوع من السلاح او هذه الاليه حتى يكون لها الفاعليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ففي هذه المواطن الأربعة يكون الجهاد فرض عين، أي لا يسمح لي أي مسلم بأن لا يشترك فيه، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. غير الأربع مواضع هذه يكون فرض كفاية. يعني مثلا أخوه خرج خلاص، ابن عمي راح او ابوه راح او ابوه الولد راح ابوه مش لازم يروح. اي عملية قتال غير هذه الاربعة تكون فرض كفاية، فاذا قام به الجيش، لنفرض ان هناك حكومة وجيش وشعب، فقام الجيش بهذا العمل خلاص ما يحتاج من الافراد هي كمان ايه تخرج، يكون فرض كفاية. ويجب على المسلمين ان يكون منهم جهاد في العام مره واحده يجاهد اعداء الله، لتكون كلمه الله هي العليا. هنا الشيخ يتكلم عن دفاع الطلب، ان انت تروح للاعداء وتدعوهم ها وتطالبهم. ويجب على المسلمين ان يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة يجاهد اعداء الله، لتكون كلمة الله هي العليا، لا لاجل ان يدافعوا عن الوطن لانه وطن، لان الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن ومن الكافر. حتى الكفار يدافعون عن اوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا، ولكن لأنه بلد إسلامي فيدافع عنه حماية للإسلام، ولا تبغى شغلة عروبة وقومية والشغلات الفارغة هذه. فهنقول ازاي احنا نروح للناس ونقول لهم اعملوا الإسلام وحاجات زي تصور. أمريكا نفسها اليوم بتروح لبلاد أخرى وعايزين يعملوا لهم إيه؟ ها؟ ديمقراسي ها؟ يعني هم مش عجبهم اللي احنا بنعمله، فهم خدوا الآلية والتنظيم بتاع الإسلام وبيطبقوه هم علينا. فبدل ما المسلمين يروحوا يدعوهم ويقولوهم ان لازم الشرع الأول يحكم، سواء يسلموا ما يسلموا هذا لا إكراه في الدين، ولكن لابد أن يقوم شرع الله، لأن شرع الله هو الشيء الوحيد الذي سيأتي للناس بالخير وبالعدل. غير كده كله بيسرق، كل حرامي، مملكة جمهورية وزارة كله بيشفط على رأي المصريين، كله بيشفط كويس. فاحنا بنعمل هذا من اجل ايه؟ من اجل ان الناس يكون عندها حرية عدالة. الكفار اليوم اخذوا نفس النظرية ورجعوها عملوها ايه ضد المسلمين، فبيقول لك انت يا عرب او انت مسلمين عايشين كده يعني زي ما هذا ما يصلح، احنا عايزين نديكم ايه ديمقراطيه. فاحنا نروح
من خلال هذه الديمقراطية هنموت 100 موت 10 يموت 1000 نحتل نطلع نشيل الملك نحط الوزير كله مش مهم المهم ان احنا نديكوا ايه نديكوا ديمقراطية في الاخر نديكوا زومبا يعني ما اعرفش بقى تعرف زومبا دي يعني ايه يعني هديك حاجة وخلاص المهم ان يموت يموت مش مشكلة بس هنديكوا ديمقراطية يعني ايه يعني هنسلبكم من دينكم هذا هو الاختصار فهم طبقوا نفس النظرية ولهذا يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة كل واحد ملهي بحتته أنت جزائري لا أنت مغربي أنت مصري أنت سوداني الله هو حد جاي السودان طب أنت مالك وماله خلي المصريين ان شاء الله حد يتحرقوا واليمنيين خليهم يتهددوا تمالك ومالك انت خليك هنا الجيش ده لحمايه ايه حمايه السودان طب خلاص انت مالك طب وبتاع مصر انت انت مصر انت فرعوني ده وده سوداني ده ده افريقيا انت فرعوني انت مش مالك ومالك والتالت وهكذا وقسموها دولة اصبح ايه يلا لا ده سهل على ده ولا ده سهل على ده فاذا الدفاع عن الوطن كوطن هذه قوميه ها هذه قومية والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن القوم ايه دعوها فانها منتنة ما في حاجة اسمها انا ابيض وانت اسود وانت مصري وده مغربي وده سوداني وده لا وان هذه الامة امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون والجهاد عبادة ها لابد ولما فرق عملية التفريق والتقطيع اصبح من السهل اليه يعني خلاص كل واحد ملتهي ببلده وعندنا الجيش بتاعنا وعندنا كده بل يعني الازرق من هذا ان اصبحت هذه البلاد تنافس بعضها البعض وتعتدي على بعضها البعض ويقتل بعضها البعض وحصل ما بين مصر وسوريا وبين سوريا وكل البلاد يعني التاريخ تقراه من اعتداء بلد عربي على بلد عربي وبلد اسلامي على بلد اسلامي اصبحت يعني لا شيء الا قومية ووطنية وهذا ليس هو الدين الذي امرنا الله تبارك وتعالى به فلا بد من تعبئة الناس وانه يجب ان يعبأ الناس تعبئة دينية شوف الكلام تعبئة الناس تعبئة دينية ويقال اننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء لأن بلدنا بلد دين وإسلام يحتاج إلى حماية ودفاع فلا بد أن ندافع عنه بهذه النية أما الدفاع بنية الوطنية أو بنية القومية فهذا يكون من المؤمن والكافر كل واحد يعمل ده بيتي ده بلدي ها؟ سواء هو عنده إسلام أو عنده إسلامية أو عنده يهودية أو ما عندهش أي دين بقول لك الناس دي لو دخلوا ياخدوا بيتي ها؟ فإذا أنت استويت أنت والكافر في الهدف لا يمكن ان يكون المسلم يساوي الكافر افنجعل المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون فنحن لنا اتجاه اخر ها تعبيد الناس لرب الناس مو تعبيدهم لينا مو للدستور مو للكتاب الاخضر ما هو الاشتراكية تعبيد الناس لرب الناس لكن ما نعمل للناس احنا قوانين فهذا يكون من المؤمن والكافر ولا ينفع صاحبه يوم القيامة تروح تدافع عن بلدك كبلد كقومي لن ينفعك شيء في يوم القيامة وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه فأي ذلك في سبيل الله ها أنا واحد والله أنا وريهم العضلات والتاني بيقول لك أنا من عيلة فلان من قبيلة فلان فكل واحد خارج بنية معينة يا رسول الله أي واحد من دول اللي هو شهيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يجيب عن أي هذه وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يعني ساب من القومية وساب من القبيلة وساب من البلد واللون واللغة
وقال لهم من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله دين الله هي العليا فهو في سبيل الله، غير كده ما هوش في سبيل الله. تموت انت والحمار لما اخذ اللي بيموت انتوا الاثنين سوا، ايش اللي فرق؟ هذا حمار ادى خدمة امره الله بها، اما انت لم تؤدي خدمة، رحت خرجت عشان خاطر ايه؟ العالم، عالم الاثنين نجمة وانت عالم بالنجمة. طب ايش يعني ايش يعني؟ ها؟ لا انا احنا بندرس الديمقراسية وانت رأس مال. الله طيب ايه ده؟ انتبه الى هذا القلب، اذا كنت تقاتل لوطنك فانت والكافر سواء، لكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ممثلة في بلدك، لان بلدك بلد اسلام، ففي هذه الحال ربما يكون القتال قتالا في سبيل الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مكلوم يطلم في سبيل الله والله اعلم بمن يطلم في سبيله ان يجرح الا جاء يوم القيامة وجرحه يشعب دما اللوم لوم الدم والريح ريح المسك. شفت الوجرح ولكن في سبيل الله والله اعلم بمن كلم او جرح في سبيل الله. الناس كلها بنشوفها بتموت ولكن اللي داخل النية اللي يعلمها الله. فهل انت خرجت عشان انا بنجمة واحد عايز يبقى نجمتين، ولا خرجت عشان انا بدل ما ايه يعني نائب الوزير ابقى انا الوزير؟ خرجت لماذا؟ فاذا جرحت من اجل الله وغرضك الله ودين الاسلام وتكون كلمة الله هي العليا، فتأتي في يوم القيامة وهذا الدم يخرج لون لون الدم والريح ريح المسك المسك. فانظر كيف اشترط النبي للشهادة ان يكون الانسان يقاتل في سبيل الله، فيجب على طلبة العلم ان يبينوا هذا والله الموفق. وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يخلص نياتنا وان يرزقنا حسن الخاتمة، ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. اي تعليق اي تصحيح اي اخطاء تفضلوا، مشكورين جزاكم الله خيرا. حب اخي الكريم جزاكم الله خير شيخ، بالنسبه للتفسير القي فيها فوج، الفوج هو هنا اخي الكريم نعم اخي الكريم وقود النار. آية ثانية اخي الكريم عندما تجعل حطب او تجعل النار اخي الكريم، لا هذا فوج فوج لا من الناس اخي، من المقدمة وقودها الناس والحجارة. نعم انا ما هذا صح. نعم صح، ولكن الفوج هنا اخي اي مجموعة الناس والله اعلم. اي نعم اخي فوج فوج ما هو فوج حطب اخي. لا لا عفوا سامحني بس ولكن هي يعني نعم صحيح هو وقودها الناس والحجارة. نعم وقودها ما عندي اختلاف في هذا. نعم بارك الله فيك. اي تصحيح اخواننا بارك الله فيكم، واكرر الشكر مرة ثانية لكل من حضر، ونسأل الاخوة الحضور ان شاء الله ان يعلموا الاخرين، فمن دل على خير فله مثل فاعله. بارك الله فيكم والله اعلم، وانا ما ادعي العلم ولا انا هنا اجلس اعلمكم، ولكن نتذاكر وانتم شايفين اقرا من كتاب وانتم تسمعوا، وحتى لغه كمان مكسره في القراءه، فيعني اعانكم الله عليه. فان شاء الله ادعي الاخرين ونستفاد كلنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.